ماذا بخصوص سفر الإصابات غدا عبر معبر رفح؟ لحتى اللحظة لم يتم تأكيد الخبر، رغم أننا وصلنا إشارة بتجهيز الحالات وتجهيز تحويلات لهم، إلا لم يتم التأكيد على سفرهم غدا. لكن إدارة المعابر تقول أن غدا سيتم سفر 81 جريحا إلى مستشفيات مصر، كيف يمكن ترتيب هذا السفر؟ تقريبا تم تجهيز لجميع الجرحى الذين سيغادرون قطاع غزة إلى عبر معبر رفح، تحويلات مرضية من قبل الأطباء المعالجين لهم، جل الجرحى الذين سيغادرون من الأطفال الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية عديدة، تم تجهيز ملفاتهم وتم إبلاغ ذويهم المرافقين معهم وتم تجهيزهم، نسأل الله لهم الشفاء التام والعودة إلى الوطن سالمين غانمين. أخيرا، هل هناك أعداد محددة للحالات التي بحاجة إلى سفر بالخارج؟ الحالات التي تحتاج إلى سفر حالات كثيرة جدا، فقط 81 حالة، المستشفيات كلها ممتلئة بالمصابين الذين يحتاجون تحويلات إلى الخارج. شكرا دكتور نهد أبو طعيمة، مدير مشفى ناصر الطبي ومجمع ناصر الطبي. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.